السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقتنا الجديدة من برنامج تيلي سينما. اخترت لكم النهاردة الممثلة البريطانية إيميلي بلانت وفيلم من أفلامها الجميلة A Quiet Place. الفيلم تم إنتاجه في عام 2018 بتكلفة بلغت 21 مليون دولار وحقق إيرادات بلغت 340.9 مليون دولار. الفيلم من أفلام الإثارة والتشويق والممزوج ببعض الرعب، ويشاركها البطولة النجم جون كرازينسكي وهو زوجها. تدور أحداث الفيلم حول أن سلاحك الوحيد من أجل البقاء على قيد الحياة هو الصمت، وإذا سمعوك فأنت في عداد الموت. الفيلم مميز من حيث الفكرة والابتكار في المضمون الرئيسي للقصة، ويدور حول عائلة تعيش حياة مبنية على الصمت التام خوفا من كيان مجهول يهاجم ضحاياه عندما يصدرون أي صوت. وتدور الأحداث في مزرعة ريفية في زمن يبدو وكأنها نهاية العالم بسبب هذه الكائنات الشيطانية التي تقتنص ضحاياها في غمضة عين كلما أصدروا أخفت الأصوات. الفيلم هيشدك من البداية للنهاية، ولن تستطيع مفارقة الشاشة إلا بعد انتهاء الفيلم. من أهم أعمال إيميلي بلانت فيلم ويند شيل في عام 2007، The Young Victoria 2009، Gulliver's Travel 2010، Arthur Newman 2012، The Five Year Engagement 2012، The Huntsman 2016، The Girl on the Train 2016، Mary Poppins Returns 2018. ومن المنتظر عرض الجزء الثاني من فيلم A Quiet Place قريبا، والذي تم الانتهاء من تصويره وتأجيل عرضه بسبب فيروس كورونا. إذا الفيلم عجبكم لايك وسبسكرايب، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وانتظروني في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.